وضعت الجزائر رهن إشارة زعيم البوليساريو إبراهيم غالي الطائرة الفاخرة غولف ستريم التي كان يستعملها عبد العزيز بوتفليقة من أجل المشاركة على رأس وفد انفصالي في مراسيم تنصيب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا. زعيم البوليساريو وصل يوم الجمعة 24 مايو إلى جوهانسبورغ قادما إليها من الجزائر من أجل المشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا بحسب ما ذكرته أجهزة الدعاية الجزائرية الانفصالية. وترأس إبراهيم غالي الوفد الانفصالي الذي كان يتكون بشكل خاص من حمدي الخليلة ميارة المكلف بإدارة العلاقات مع إفريقيا وفاطمة المهدي التي شاركت في مباحثات جنيف الأولى والثانية وعبدات بريكا مستشار رئاسة الجمهورية الوهمية. تلاحظون أن ما يهم ليس هو الملفات الشخصية للمشاركين في الوفد بقدر ما يهم عدد الانفصاليين خدام أسيادهم الجزائريين، كما أن رحلتهم من الجزائر العاصمة إلى جوهانسبورغ استغرقت 10 ساعات من الطيران تطلبت تعبئة الطائرة الفاخرة التي كان يستعملها الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة. يجب الإشارة هنا إلى أن هذه الطائرة التي يحلم بها رؤساء الشركات الأكثر إلحاحا فيما يخص الرفاهية والراحة يقدر ثمنها بحوالي 45 مليون أورو، وبأن ثمن ساعة واحدة من الطيران في ميدان طائرة العمل في طائرة من هذا النوع يبلغ على الأقل 2000 يورو. هذا ناهيك على المصاريف الخيالية التي صرفتها المؤسسة العسكرية الجزائرية لزعيم البوليساريو ووفده على حساب دافعي الضرائب الجزائريين وسكان المخيمات المحاصرين في مخيمات الحمادة والممنوعين من الخروج إلى ما وراء الجدار بالصحراء المغربية من أجل الحصول على المواد الغذائية الأساسية. فقد اتخذت سلطات الجزائر مؤخرا قرارات جائرة تحد من إعطاء تراخيص الخروج، إذ أصبحت كل شاحنة تحصل على ترخيص مرة كل 10 سنوات. فالشعب الجزائري يقود منذ 22 فبراير الماضي ثورة ضد النظام الاستبدادي بقيادة الجنرال قايد صالح. الجزائريون يوجهون له سهام النقد لكونه حول الجيش إلى مزرعة خاصة لخدمة الأصدقاء والمحتالين. فقد خرج الشعب الجزائري يوم الجمعة 24 مايو للمرة 14 على التوالي من أجل المطالبة برحيل قايد صالح ورحيل كافة رموز النظام الفاسد والمافيوية. ولا يبدو أن تبذير 1000 مليار دولار خلال 20 سنة من فترة حكم بوتفليقة كافية لردع النظام عن الاستمرار في سياسة التبذير، والدليل على ذلك المصاريف الخيالية التي يتم صرفها لزعيم البوليساريو الذي يتعين اليوم أن يكون أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية التي ارتكب عندما كان رئيس الجيش الصحراوي ما بين سنة 1978 و 1991. كشف محمودي ولد سيبوت رئيس الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية أحد أحزاب الأغلبية في موريتانيا ورئيس رابطة تجمع الصحافة الموريتانية أن المبعوث الأممي للصحراء المستقيل هورست كولر قال له في لقاء انفرادي أنه لا مفر من الحرب بين المغرب والبوليساريو. وتأسف المسؤول الموريتاني حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام موريتانية لاستقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى نزاع الصحراء هورست كولر من المهمة التي أسندت إليها. وقال ولد سيبوت أنه مهما كانت الحجج المتضاربة حول أسباب استقالة المبعوث الأممي فلا بد أن تتضمن ما خص به بشكل انفرادي وسري في هذا الشأن في حديث ودي جرى بينهما في شهر نوفمبر من سنة 2017. ومن أهم ما كشف لي يقول ولد سيبوت قناعتي التامة بعد جولات ولقاءات عديدة بكل أطراف النزاع وجهودي الحثيثة لإيجاد مخرج يرضي الطرفين ويجنبهما الكارثة بأن لا مفر من الحرب بين المغرب والبوليساريو، وهي خلاصة يجب أخذها بعين الاعتبار كما يجب اعتبار مساعي المبعوث الأممي بعد ذلك جهدا إضافيا لتجريب كل الحلول الممكنة من أجل إيجاد نور ما قد يؤدي إلى السلم، يضيف ذات المسؤول الموريتاني.
اللقاء الذي جمع رئيس الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى الصحراء هورست كولر، تم حسب وسائل إعلام موريتانية إثر زيارة الأخيرة التي أداها إلى العاصمة نواكشوط في نوفمبر من سنة 2017 في إطار جولته الأولى في دول المنطقة في مهمته الجديدة. كشف الناشط الصحراوي مصطفى ولسيدي سلمى أن جبهة البوليساريو قد تعود للعب ورقة القرقرات من جديد، ولكن بشكل مختلف بعد استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كولر. وقال سلمى في مقال على صفحته الفيسبوكية أن الدورة التكوينية التي أجريت في المخيمات منذ أيام لنشطاء صحراويين من الأقاليم الصحراوية في المغرب قد تكون بداية لتحرير الاحتجاجات في المنطقة العازلة المعروفة بقندهار وقطع الطريق البري الرابط بين المغرب وموريتانيا لجر المنطقة نحو التصعيد، وتعيد الجبهة قواتها إلى ما تسميها المناطق المحررة إن حصل تدخل ضد حراك غلق معبر القرقرات. واعتبر ولد سلمى أن رحلة كولر القصيرة في مسرح أحداث نزاع الصحراء كانت المسمار قبل الأخير في نعش البوليساريو، فقد كانت فترته القصيرة في إدارة الملف كارثية على الجبهة، وأشار إلى أنه سحب منها ورقة القرقرات وإدارة المناطق شرق الحزام مقابل طاولة مستديرة انسحب منها مهندسها وترك البوليساريو محصورة إداريا وسياسيا داخل الأراضي الجزائرية. ولد سلمى خلص إلى أنه ليس أمام البوليساريو سوى الإخلال بالتزاماتها الدولية والجنوح نحو التصعيد المفضي إلى الإذانة الدولية، مؤكدا أن جبهة البوليساريو التي تعاني على مستوى الجبهة الداخلية هي في حاجة لافتلاع أزمة خارجية لتمرير مؤتمرها نهاية العام والتمديد لقيادتها. أطلق الباحث الجزائري في جامعة باب الزوار لتكنولوجيا الدكتور مدني بزوي مبادرة لإقامة وحدة مغاربية تجمع كل من الجزائر وتونس والمغرب. وتداولت وسائل إعلام مغاربية مبادرة الدكتور بزوي الذي قال إن هذا الاتحاد سيكون قويا اقتصاديا بما يملكه من إمكانيات، وبحسب صاحب المبادرة فإن بين يدي الاتحاد 6 تريليونات متر مكعب من الغاز، وسيكون المنتج الأول في العالم للفوسفات وزيت الزيتون. وأضاف أن هذا الاتحاد يملك واحدا من أقوى الجيوش في العالم قيمة الناتج المحلي الإجمالي 428 مليار دولار، ما يجعله ضمن الدول الأولى في العالم يستطيع مراقبة الحركة في البحر الأبيض المتوسط. سيكون الأكبر جذبا للسياح وواحدا من أكبر 7 دول في العالم، الأول عالميا في إنتاج السكر والملح والذرة. سيكون له حلفاء مقربون هم ليبيا وموريتانيا ومصر وبريطانيا وتركيا ورواندا. وذهب الباحث الجزائري إلى تصميم علم الاتحاد الثلاثي، فتخيله مزيج من أعلام الدول الثلاثة فيه الألوان الخضراء والحمراء والبيضاء والنجمة والهلال. وقال بزوي إن هذه الوحدة ستبقى ضربا من الوهم بسبب الصراعات القائمة بين هذه البلدان وعلى رأسها مشكلة الصحراء المغربية. وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مبادرة الدكتور بزوي وطلبوا الترويج لها ومشاركتها على نطاق واسع. قالت شركة ساوند إنرجي البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز إنها قد تبيع أسهمها في المغرب بعدما أعلنت عن نتائج مخيبة للآمال في حقل تنرارا الذي كانت تقدر أن حجم الغاز به يقدر 20 تريليون قدم مكعب قبل أن تظهر النتائج عكس ذلك.
وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أسهمها في المغرب انخفضت بنسبة ناقص 31.7%، وذلك بعد فشلها في إنتاج كميات تجارية كبيرة من الغاز بعد الاختبارات التي أجريت على البئر العاشر. وشرعت الشركة البريطانية في تخفيض النفقات في منطقة تندرارا والتي تتعلق بأعمال التنقيب وأجور الموظفين بحوالي 50%.